السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير. وكما العاده كي كيجي محمد كيدير شي برومو ولا كيجي بشي جديد كنجي نصور عنده. مهم راه داير واحد لي باك صراحه زوينين، مهم غادي نبارطاجيهم معاكم ونذكروا لهم الاسمنه ياك. ضروري كي العاده بمناسبه راس العام. اللي عندها شي راجلها توري له الفيديو يجي يشري لها الباك ولا خوها. مهم راكو تما يلا البنات. مهم بالنسبه للوكاليزاسيون غادي نوريها لكم، واخا ديما كنوري لكم البلاصه، كاين اللي كيدخلوا جدادات ما كيعرفوش. مهم غادي نوريها بالنسبه للادريس، يمكن ما راكو تشوفوا، ها هو الباركينغ ديال اسباس الحانين، هو هذا. بالنسبه للمحل راه جاي اون فصل الباركينغ، الدخله ديال الباركينغ هي هذيك الهيها. هانتوما الدرب اللي كيكونوا حاطين فيه الخضاره. هيا هذه هي البطيمه اللي كنقول لكم عليها، كاينه غير هذه البطيمه هنايا هي الوحيده اللي كاينه في هذا الطريق اللي كيكونوا فيها الخضاره اون فصل الاسباس الحانين. المهم غادي نبداو بهذا الباك الاول ديال اميره العرب. قلنا محمد اخويا شنو فيه كاع؟ هذا السيروم الجديد ديال اميره العرب، هذا كيخلي واحد الريحه زوينه وداير بحال ديك ديال الكولاجين، بحال اللي شعرها كيوقف شويه للسما ولا كيكون مردوش ناشف، كديرو كيهبط الشعر ويخلي ريحه زوينه. ومعروف فيه ديال اميره العرب، وكاين على الابيض قمه ديال يارا، فيه كلشي. غادي نوريهم ديال يارا في باك واحد اخر ان شاء الله. كاين هذا حليب تاع اميره العرب، حليب اميره العرب حتى هو كيخير الطبلوكو مردوش ولا، وكيخلي واحد الريحه زوينه، ريحته واعره حتى هو مشاركة اللطافه. بالنسبة للبارفا، بارفا أو دو بارفا تاع أميرة العرب بشركة اللطافة، حتى هي أوريجينال، يعني باينة الأوريجينال هاكا دايرة، كيكون فيها الطبعة، كيكون فيها هاد اللوغو تاع اللطافة، والشركة الطبعة تاع الشركة، هاهي البارفا ديالها كي دايرة، كتكون بحال هاكا، حتى الديزاين ديالها زوين. ريحتها خطيرة. كاين تاهي حتى الديودورو ديالها، الديودورو ديالها عتاليك تاهي بشركة اللطافة، فيها 200 ml، حاجة واعرة زوينة وكتخلي واحد الريحة تاهي واعرة واعرة بزاف. هذا هو الباك تاع عمالة العرب، تقريبا فيه كلشي. شحال داير الثمن ديالو هذا الباك؟ هذا كامل كيتقام لك ب 250 درهم، ثمن زوين. ها الباك الزاوج قلنا محمد شنو فيه؟ باك تاني فيه جلد وش امال، فيها كمجربات ونتي يعني. هذا واعر لا ما نهضروا عليه، هذا في امال في هذا، خليه منا الدنيا تهضر لكم عليه. الزيت جونسون تاع 200 ml، هذه حتى بغيتي تخلط بها محمد ديري بها الخلطه ولا هاي هاك كتجي ديرها مع مسك الطهاره وداك الشيء. المهم ديجا راه حنا وريناها لكم، والصراحه هذيك خلطتها هي كتجي زوينه. قلنا فيه هذا زيت جونسون، وفيه بارفا دي ديودورو ديال يارا، ديودورو ديال يارا حتى هي بشركة اللطافة، واعرة زوينة ريحتها، ريحتها خطيرة، ريحتها أحسن من أميرة العرب. بالنسبة اللي يبغي هكا يعني خفيفة، اللي يبغي خفيفة كاينة هذيك، كاينه هادي عشانك السيروم ديالها كيما ديال اميره العرب كيما تكون، حتى هو ريحته خفيفه زينه اللي كتجيها اميره العرب قاصحه ولا في البارفا ديالها، في الريحه ديال الشعر تاع السبراي ديال الشعر، تدي هادي يارا، يا ريحتها زينه. وممكن اللي بغات تبدل من الباك لاخر دير ديارا ولا، ماشي مشكل يعني ماشي ضروري نفس السميه. المهم هذا السيروم حتى هو شرحناه من قبل. كاين جيل دوش ديال يارا حتى هو جديد واعر، ريحته حتى هو زوينه، كيخلي ريحه زوينه مده طويله تقريبا شي 24 ساعه. كاين هاد السيك اشواريا حتى هو زوين، حتى هو ريحته واعره، اللي مجرباتو راه عارفه اللوغو ديالو كي دايره. وهذا قماش، قماش كاين دار في الدوش ولا مرطوش ولا، المهم حتى هو زوين صراحه، ريحته واعره، فيه حتى هو بزاف النكهات. كاين ديال فريز كوكو، كاين ديال العسل لافوكا، مفهم كاع النكهات اللي بغات تبدلو ولا ماشي مشكل، اللي ما يعجبهاش الفريز ولا التوت ولا فامبواز، هذا فامبواز. المهم كاين بزاف النكهات، مرحبا.
بالنسبه للثمن، الثمن هذا كيبقى ب 150 درهم. 150 درهم الباك كامل، 150 درهم. حتى الرجال ما نسيناهمش. بالنسبه للسيده وحده كانت كتسول بزاف على لي باك، بغات على حساب تدي هكا الراجل هكا كادو. المهم راه قلت لك روحي عند محمد، راه عنده لي باك. ها هما بالنسبه للباك ديال الرجال. باش الباك تاع الرجال حتى هو يعني ما كثرناش في ذاك البارفان وداك الشيء، الرجال كيعرفوا كيبغيو شي حاجه صافي. هذا شامبون، شامبون ديال الرجال زوين، نيفيا زوين بحال هكا، خلي ريحه زوينه. كاين شامبون جيل دوش ديالو، جيل دوش اللي خصك تستعملو للحصانه تسموهم كاع، المهم المعلومات ديالو هنايا. حتى هو جديد وحاجه زوينه، حتى هو حاجه زوينه، فيه تقريبا 250 عام. كيجي في الخرز زوين. كاين هذا ديال نيفيا بلا ديودورون زوينه، حتى هي كتخلي ريحه جديده، وهذه جديده ديالها جديده. كاين جيل ديال الشعر رضوان، حتى هو معروف وفيه كاع اللي كاع الوانات تقريبا، فيه الحمار الكري البيض، حتى هو زوين شي حاجه مزيانه. وكاين جوج تاع لي بارفان، ماشي بارفان وحده في الباك، كاين باك واحد بارفان وحده في شي باك تلقاها 300 درهم ولا 28000. حنايا دايرين جوج تاع لي بارفان وثمن واع. بارفان الاولى ها هي، معليش نقول لكم حتى تجيو تشموها. والبارفان الثانيه كاينه هادي، ها هي مسطر، ريحتهم زوينه بزاف. المهم هادشي كامل، هادشي كامل كامل، ما نقول لكم 250، ما نقول لكم 280، هادو كيبقاو 170 درهم. هاد الباك كامل اللي وريتكم 170 درهم. واه انت يا اختي باش دي كادو لراجلك كل اخوك. ها هو المهم دخلنا لكم واحد الباك جديد عاوتاني، فيه ثلاثه تاع لي بارفان. هذا برومو واع، ما كاينش في وجده كاع نهائيا. ثلاثه تاع لي بارفان كيبقاو بنفس الثمن، الثمن واحد هو 100 درهم، 99 درهم، 99 درهم. ومبقاش فيه بزاف صراحه، باقي فيه ربعه ديال لي باك ولا اللي جات. المهم مرحبا بها، تاخذهم بهذا الثمن. الا بغيتو وحده يعني ما تديهمش بثلاثه، المهم الثمن ديال الوحده 45 درهم. وإلا ديتوهم بثلاثه كيما سمعتوا قال لكم 99 درهم. شوفوا هذا اللي فيه النجمه هو اللي عندي في الدار، هو اللي راني نستعملو بعدا ديتو عليه. حتى هذا السكاي هذا واعر، هذا شحال داير؟ 20 درهم. هذا 20 درهم، هذا اللي فيه هذا 18 درهم. هذا البنات هذا الصراحه واعر، بعدا عندي به هنايا في الدار. هذا راه شحال قلتي ليه دايلو؟ 30 درهم. هذا ديال فازلين 25 درهم، هذا 25 درهم، هذاك لوبيلو تاع هو 25 درهم. واحد الدويره هنايا البنات. بالنسبه ل لي فون دو تان هذا ديال كيكو ياكي، شنو فون دو تان شحال دايلها؟ 45 درهم. هاد البنات هادي شفت بزاف كيهضروا عليها، هادي ديال اليدين والرجلين نتاع اسبانيا، هادي لها 20 درهم. كاين هاد لونتيسير، هذا كاين فوخ، كاين فوخ ولا غير كلوس عادي؟ كلوس كيدير الكولا. شحال داير؟ 10 دراهم. 10 دراهم. هذا اونتي سا ديال هذا شحال داير؟ هذا 15 درهم. 15 كيكو، ماشي كيكو هذا ايسونس. ايسونس 25 درهم، ما قريتهاش هي قدها بالقداج. البنات هذا ديجا ديتو عليه واعر، شحال 25 درهم. يبان لي زاد فيه تا البيض، انا عندي هاد الموف. وبالنسبه للسبراي ما عنده، كاين هاد الصغار ندير لهم 20 درهم، وكاينين الكبار 38 درهم. البنات جاب لكم كاتيفا، هيا عنده بقى جابها واحد ايوا شفتو. المهم البنات اللي كيسولوا على كاتيفا راها عنده، شحال راه دايلها؟
الا ما كيش عارفه حتى يجي، خليتها يجي ونقول لكم البنات الثمن ديالها. هادو شنو تقدري؟ هذا غسول مقشر، مقشر ديال الوجه. هذا تنظيف ديال يمكن اللي كيلق لجميع البشره وكاين اللي كيلق غير لابوسيش اسونسيال. سميها كلشي بالهم. الثمن ديالو شحال؟ 25 درهم. 25 درهم. كنت شفتو هضر حتى على هادي فواحد الفيديو، وهادو ديال السنين شحال دايرين؟ 55 درهم. 55 درهم. هادي كتليق اللي عندهم رائحة الفامو والكاركير، وهادي اللي تبيض الأسنان اللي عندهم إسفرة الأسنان. نفس الثمن بجوج. هاد السيروم هذا راه يلاه جابو، المهم داير 40 درهم. هذا كنت هو اللي كانوا كيهضروا عليه بزاف، كانت عليه واحد الضجة في تيك توك ياك. كاين هاد الشامبوان ديال الكيراتين، مانيش عاقله البنات واش وريتو لكم في الفيديو اللي فات لا ما وريتو لكمش. الثمن ديالو شحال داير؟ 35 درهم. 35 درهم. هاد زيت الكوك يلا راه دخلهم حتى هي دايره قلتي لي 20 درهم. كاين هاد الكريم نيفيا، هادي ديال بوغ دو كاكاو، البشره الناشفه. شحال ثمنها هادي؟ 30 درهم. 30 درهم. هذا فيه جوج ديال الجيهات تاع هدى بيوتي، شحال داير؟ 20 درهم. 20 درهم. بالنسبه للصابون دوف داير 9 دراهم ياكي مانيش غلطه. واه كاين ديال الخيار ونتاع ارغان هذيك ياكي. واه ديال الحليب. تاع الحليب. كاين هذا شنو قلتي لي هذا؟ هذا جلوش في نفس الوقت بارفوم، يعني ديروها الحوايج، الحوايج ديال لي بيبي، الحوايج ياكي الشتا في البيت. الثمن ديالو 35 درهم ياكي. عطيني نشم. واعر البنات، انا نقول لكم نقربكم باش تعرفوا. شتو ديك الحلوه اللي كانت ها هي بعيده، هاد الحلوه اللي كانوا ياكلوها بزاف كريمو، نفس المذاق ديال الكريمو. ايوا راه هذا البارفان هادي صراحه زوين. كاين هذا 15 درهم ياك. هذا امالفي، كاين هذا ديال البيبي حتى هو نفس الثمن 15 درهم. وكاين هذا ريحته واعره، ريحه السويهله ياكي فنه. 25 درهم. راه فيه الكوكو، فيه ديال الليم، هو فيه ديال الكوكو، فيه ديال الليم، فيه هذا ديال القرفة. واه ريحته فنة. هذا الشامبوان اللي شامبوان هو واه هو في نفس الوقت باغا كاين فيه القهوي والكيك، داير 58 درهم. وهاد الحلقات هنايا شحال هادو راهم دايرين؟ 10 دراهم. 10 دراهم. فيها موديلات، فيهم هكا مدورين كبار مدلسين هكا. المهم البنات كما شفتوا البرومو صراحه واعره اللي راه دايرها ديال لي باك والحويجات المكياج اللي جاب جديد. وان شاء الله غادي نبارطاجي معكم فيديو اخر، لحقاش غتلقاوني بنفس الكسوه بنفس لاكوب. غادي نبارطاجي معكم الجديد اللي راه غادي يدخل ان شاء الله في البلاكيو، راه مشى يجيب هو السلعه وغادي يجي ونبارطاجيها معكم ان شاء الله في فيديو الجاي، ماشي هذا الفيديو، هذا الفيديو الجاي. وما تنساوش تخليو جيم وتبارطاجيو الفيديو وتخليو واحد التعليق زوين. باي باي.